لا على مستوى المتابعه ديال البؤر الوبائيه اللي تسجل في هذه الحالات، يعني يمكن تقولنا على الفريق الطبي شنو هي الاجراءات اللي كيقوم بها وتدابير من اجل المواكبه لهذه الحالات، يعني خاصه بالنسبه للاحياء اللي اصبحت في هذه الحالات. بطبيعه الحال هناك بالنسبه للبؤر اللي هي بؤر صغيره على مستوى الاقليم، كاين واحد العمل كبير اللي تقوم به مندوبيه الصحه وفريق التدخل السريع اللي هو تتراسوا مؤسسات صحيه واللي فيه مجموعه من الفروق اللي تتحرك على مستوى الاقليم في تتبع كل المخالطين، اي حاله ايجابيه تنشوفوا المخالطين ديالها ويتم تتبعها على مستوى المنازل، وكما تلاحظوا ليل نهار كل يوم تتنتقل هذه الفروق الى منازل هاد الناس وتتشوف الاعراض اللي عندهم، الا كانت اعراض تستحق تحليلات مخبريه فهي تديرها، الا كانت اعراض يعني ماشي تديرها ولكن تترسلها للمستشفى المكان ديال العزل باش يديروا، والا كانت حالات اللي خصها غير التتبع فانه يتم تتبعها كل يوم حتى تمر المده ديال 14 يوم اللي هي المده ديال انتقال الفيروس. نعم، ومطرح كذلك بالنسبه للطاقه الاستيعابيه ديال المستشفى السري يعني العيادات السريريه، لاحظنا بان هناك بعض الحالات تم تبنيها من مستشفيات اخرى على مستوى الجهه او على مستوى الاقليم مع انها من مدينه العرائش، كيف تفسر يعني هذا الامر يعني والتوضيح حول امكانيات المتوفره يعني العلاجيه؟ واخا بالنسبه للمستشفى ديال فاش نهضروا على مستشفى ولا الاقليم ديال العرائش، فهو مستشفيين، مستشفى العرائش ومستشفى القصر الكبير اللي هما تنخدموا مجموعين باداره واحده بفريق واحد، وليس هناك فرق ما بين القصر الكبير والعرائش. اللي كاين هو اننا وجدنا وحده لتكفل على مستوى اقليم العرائش، وكاينه وحده لتكفل على مستوى اقليم على مدينه القصر الكبير، وهذه الوحده ديال التكفل على مستوى مدينه القصر الكبير هي وحده اللي كاينه في مستشفى اللي هو الحمد لله جديد وكان فيه مجموعه ديال الفضاءات اللي هي اكثر من الفضاءات ديال المستشفى ديال العرائش لاستقبال المرضى، وتنعملوا بطريقه اللي هي متجانسه بيننا وبين الفريق ديال مدينه القصر الكبير، وحاليا ربما ندعوكم الى زياره جوج ديال الوحدات اخرى هي قدامنا من بعد ندعيكم تزوروها اللي دارت على مستوى مدينه العرائش اللي غادي تهز حتى 120 مريض، بحيث ان عاوتاني حتى المرضى ديال القصر الكبير في الايام القادمه ما غاديش يمشيو للقصر الكبير، غادي يبقاو في مدينه العرائش باش نكتفوا الجهود على مستوى منطقه واحده وباش نجتهدوا ان النجاح يكون بتكاتف المجهودات. نعم، بالنسبه للمتابعه ديال بعض البؤر الوبائيه على مستوى الوحدات الصناعيه، لاحظنا بالاخص ان يعني كيف المواكبه ديالها وش يمكن نطمئن للمستقبل، خاصه ان هناك رغبه ديال الباترونال لاعاده فتح هذه الوحدات، سواء الوحدات اللي اصبحت فيها بعض الحالات او اللي مسجله فيها شي حاله. بالنسبه للوحدات اللي كانت تسجلت فيها الحالات ربما تم متابعه جميع المخالطين، ولا زلنا نتابع المخالطين الذين يتصلوا بنا لا على مستوى ارويه قضاء ولا على مستوى اللي احنا عزلناهم وعرفناهم على مستوى الاتصال بكل حاله ايجابيه اللي تنشوفوا ارتباط ديالها، لا ارتباط ديالها العائلي، لا ارتباطات ديالها على مستوى العمل، لا على ارتباط ديالها على مستوى وسائل النقل اللي كانوا تتنقلوا فيها، دونك جميع الحالات تبعناها خلال هذه الاسابيع من الاول حتى الاخير، ربما نقدر نقول لكم بان الحاله مضبوطه وجميع الحالات وصلنا لها، والناس اللي ما وصلناش ليهم ربما اتصلنا بهم غادي نوصلوا بهم ويكونوا مرتاحين، والحمد لله حنا تلعنوا على واحد الحاله اللي هي بدات نهار 17، والناس فاش دخلوا للحجر الطبي دابا راه في هذا النهار اللي تنهضروا عليه تجاوزنا 14 يوم اللي هي مده ديال الانتقال ديال المرض. نقولوا الناس اللي كانوا خدامين على مستوى هذا البؤر من نهار 17 يطمئنوا، لان فات 14 يوم طونكو هما ملتزمين بالحجر الصحي وما خرجوش من منازلهم وما خداوش العدوى من مكان اخر، اذا ندوزوا 14 يوم اللي ممكن يبان فيها الداء، طونكو ما بان والو، اذا راه ما كايناش امور ما كاينش المرض والامور راه هي مطمئنه، ومع ذلك سنتتبع كل من اتصل بنا وكل من طلب توجهنا. يعني التحكم في الحاله الوبائيه ما هي المؤشرات اللي يعتمدها المديريه على مستوى يعني تحديد هذه المعايير؟ يعني هناك فريق على مستوى المندوبيه مكون في مجال المراقبه الوبائيه، مكون تكوين اللي هو كبير وتتبع التخطيط او لاكورب ديال الحالات على مستوى جميع المناطق، وتنتبعوا ماشي غير البؤر اللي هضرتوا عليهم ولكن تنتبعوا على مستوى الاحياء وتنعرفوا كل حي شحال عندنا، وعندنا خريطه ديال تنقل الحالات، كل حاله كيفاش تنقلات وشنو الحالات تنسميوها التشبيك، اطار التشبيك كل
حاله تنتبعوها وتنشوفوا الشبكه ديالها، وربما حنا اللي تنعنوا هذه المنطقه بؤره ولا ماشي بؤره، غير اللي كاين هو ان هذه الخليه الوبائيه اللي متبعه هذا الامر بشراكه مع المستشفى ومع المندوبيه هذه الخليه تقوم بواحد العمل كبير باش تشوف تنسميه نهايه الشبكه وبدايه الشبكه في كل حاله وبائيه.